ديالنا. السؤال الاول ترتبط بحريه الاعتقاد وعلاقتها بالمواثيق الدوليه وبالدساتير الوطنيه. شنو كيفاش تنشوفوا حريه الاعتقاد من خلال الدستور الوطني المغربي؟ هذه الاولى. السؤال الثاني، نعتبر على ان حريه الاعتقاد ليست ماشي اليوم هي صلب النقاش الدولي، هي صلب النقاش الدولي الحقوقي، وهذا النقاش اليوم يسائل حتى مستويات الدول في احترام حقوق الانسان. تنعتبروا على انه اليوم حريه المعتقد هي بؤره العمل الحقوقي كما قلت على المستوى الدولي، والتي تقاسم منها ايضا درجه الانفتاح الديني والسياسي لبعض الدول. هذا الانفتاح الديني هو المطلوب اليوم مطلوب الاجتهاد الفقهي والاجتهاد الديني في هذا الاتجاه. لمقارنة هذه المقاربتين بجوج، المقاربة الحقوقية والمقاربة الدينية الفقهية، اختارينا طبيعة المتدخلين اللي هما معنا. غادي نبداو بالأستاذ محمد المرابطي، كما قلت فاعل حقوقي، اللي غادي يهضر لينا على حرية الاعتقاد وعلاقتها بالمواثيق الدولية ومجموعة من المفاهيم المرتبطة بها. تفضل أستاذ المرابطي. إلى قيمة التسامح والعلاقة الجذرية بين حرية الاعتقاد، حقوق الإنسان والديمقراطية والسلم في المحور الرابع، حرية الاعتقاد على ضوء نصوص القرآن، السنة النبوية وأحكام جمهور الفقهاء والاجتهادات المذهبية المعاصرة، ثم الوضعية الدينية في الريف والتفاعل المنطقة مع القيم الحقوقية الإيجابية منذ أقدم العصور إلى التاريخ المعاصر. وأعطيت أمثلة عديدة على هذه الوضعية في المنطقة، يعني في الريف المغربي. في البداية غادي نشير لكون أن لجنة الأمم المتحدة ديال حقوق الإنسان عينت ما يسمى بمقرر خاص معني بالتعصب الديني في 1986. بعد ذلك الأمم المتحدة تعين ما يسمى بالمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في إطار ما كان يسمى سابقا بلجنة حقوق الإنسان. طبعا لما ابتداء من 2006 مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غادي يصبح يعني غادي هذا الاسم الحقوقي الجديد المتعلق بالمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، مما يدل يعني هذه الخطوات أو الإصلاحات أو الإجراءات الحقوقية تدل على المكانة الهامة جدا الذي يعطى على المستوى الدولي الحقوقي لموضوع حرية المعتقد. هذا المعطى الجديد الذي هو إكراه الناس على البيعة وإكراه الناس على قبول السلطة الجديدة نظرا لاعتبارات عصبية، لأن الدولة الأموية كانت دولة عصبية، يعني بنو أمية هم الذين يجب أن بنو أمية وأبناؤهم وأبناء أعمامهم هم الذين يجب عليهم أن يحكموا المسلمين. هذا الانتقال إلى هذه الدولة كان يحتاج إلى شرعنة، يحتاج إلى سلطة شرعية نظرا لأن الدين الآن أصبح مرجعية عند الأمة. فاخترعوا عقيدة من العقائد التي في نظري كانت من الانتكاسات الكبرى في مفهوم الحرية في الإسلام، وهو ما يعرف بمفهوم الجبر. وخرجت، وإذا رجعتم إلى كتب الطوائف والملل والنحل سجدهم يتحدثون عن طائفة الجبرية. من هم الجبرية؟ هم طائفة يرون أن الإنسان مجبر على أفعاله، وأن الإنسان لا يسعه أن يغير شيئا من الواقع، ولا يسعه أن يغير شيئا من القدر، وأن الإنسان لا يخلق فعله. وللأسف الشديد حتى أدبيات أهل السنة والجماعة التي تكونت والتي تأسست فيما بعد بنت على هذا المفهوم، وهو أن الإنسان ليس 100% ولكن أخذت جزءا كبيرا من هذا المفهوم، مفهوم الجبر، وهو أن الإنسان مجبر على أفعاله ولا يد له فيما يفعل، وأن الله تعالى هو الذي يخلق كل أفعاله، وأنه هو فقط، تعرفون الإشكال القديم المعروف، الإنسان مسير أم مخير، هذا الإشكال الذي برز مع الدولة الأموية. ورغم أنه يبدو أنه مشكل عقدي وأنه مشكل فكري أو اختلاف بين الطوائف، يأتي أهل الطوائف والملل الذين كتبوا في الفرق والنحال شهر السالي وابن حزم وغيرهم، ويقولون واختلف أهل الكلام بين جبرية وبين قدرية وبين كذا وكذا، على أساس أن الخلاف فكري عقدي، وهو ليس كذلك، هو بالأساس له منبع سياسي، لأن بنو أمية أرادوا أن يقولوا للناس أنكم مجبرون على هذا الواقع وليس لكم الحق في أن تغيروا،
وليس لكم الحق في أن تطالبوا بتغييره، لأنه قدر الله عليكم. الله عز وجل قدر عليكم أن نحكمكم، فيجب أن تقبلوا بهذا الوضع ولا تسلكوا أي سبيل أو طريق من أجل تغييره. وهكذا تسرب الجمع إلى عقائد. ولهذا المعتزلة كانوا من أشد الناس الذين قاوموا هذه الفكرة، ولذلك سموا بالقدرية، لأنهم كانوا لا يرون أن الإنسان مسؤول عن أفعاله. في هذا الوقت بالذات بدأ الانتكاس في مفهوم الحرية، ثم جاءت الفتن التي وقعت والخيبات التي أصيب بها كل الخارجين على الحكم، سواء على بني أمية أو على بني العباس. كل هذا زاد من إحساس الناس بأن ليس بيدهم أن يفعلوا شيئا، وأنهم لا يملكون تغيير أي شيء، وأن عليهم أن يرضوا بالوضع كما هو، لدرجة أن فقهاء أهل السنة والجماعة متفقون مثلا على أن المتغلب، حكم المتغلب هذا منصوص عليه في كتب أهل السنة والجماعة، ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل نفسه، على أن الحاكم المتغلب هو حاكم شرعي إلى شرعنت حكم التغلب. ولذلك حتى أهل السياسة، بعض المؤلفين الذين كتبوا في السياسة الشرعية وتحدثوا عن طرق تنصيب الحاكم عند أهل السنة والجماعة، قالوا إما بالاستخلاف، يعني أن الذي يحكم يستخلف شخصا بعده، وإما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بالتغلب. وجعلوا التغلب أحد الطرق الشرعية للحكم. التغلب قالوا وإذا حكم عليهم تغلب عليهم بسيفه وجبت له السمع والطاعة، أي يجب أن يسمع ويطاع ويصبح حاكما شرعيا بمجرد تغلبه. فهذا الفكر الجبري الذي برز مع بني أمية هو الذي أدى إلى هذه الانتكاسة في مفهوم الحرية، ثم توالت انتكاسات بعد ذلك. وطبعا استغلت بعض الأحاديث مثل حديث من بدل دينه فاقتله وغيره، استغلت استغلالا سياسيا، لأن السلطة كانت تحتاج إلى طريقة شرعية حتى تتخلص من المخالفين. وبما أن الردة الحكم عند الفقهاء هو القتل، فكان أي مخالف وأي معارض للحكم يتهم بأنه مرتد وبأنه متزندق وبأنه خرج عن الدين، ثم بعد ذلك يصدر الأمر بإعدامه. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني عندي الذي يجعل هذا الموضوع أعتبره موضوعا مهما، هو التطرف، قضية التطرف والإرهاب. سيقول قائل يعني ما الربط بين التطرف والإرهاب حتى الذي نعيشه اليوم، داعش أو غير داعش، وبين قضية حرية المعتقد؟ هناك ربط كبير وكبير جدا قد لا يتنبه له البعض، ولكن الذي يعرف الأدبيات والمرتكزات التي يرتكز عليها المنتمون لمثل هذا الفكر المتطرف يعرف أن هناك علاقة كبيرة وكبيرة جدا. التنظيمات المتطرفة اليوم والإرهابية اليوم هي تقوم على مبدأ، هذا المبدأ موجود في كثير من أدبيات أهل السنة والجماعة وفي كثير من التراث السني، وهو ما يسمى بمبدأ تعبيد الناس لله عز وجل. مبدأ التعبيد، تعبيد الناس لله تعالى. ما معنى تعبيد الناس لله تعالى؟ يعني إخضاع الناس لسلطة الله سبحانه وتعالى، أي أن نجعلهم بالقوة والضغط والإكراه عبيدا لله سبحانه وتعالى. وهو بالضبط الموضوع الذي نتحدث عنه، موضوع هذه التنظيمات، الأساس والدافع والمحرك الذي يحركها لأن تؤسس هذه التنظيمات ولأن تكره هو هذه القضية، هو هذا المبدأ المؤسس على مجموعة من النصوص ومجموعة من الأدبيات التراثية الفقهية التي تقول بأنه فعلا مهمة المسلمون بعد أن حجزوا لأنفسهم مكانهم في الجنة، عليهم أن يخضعوا باقي الأمم وأن يكرهوا باقي الأمم على الدخول معهم إلى الجنة وعلى اصطحابهم إلى الجنة. وبناء عليه هذا الأمر لا يتم إلا بتأسيس دولة، وهذه الدولة يجب أن تتوسع وتتوسع وتتوسع حتى تخضع الناس جميعا لدين الله عز وجل. وينتقل الأمر أكثر وأكثر حين لا يقتصر الأمر على قضية الدين، بل يجب على هؤلاء أن يخضعوا للتصور داخل الدين، لتصور معين داخل الدين.
وهنا تأتي المفاهيم التي تحدث عنها الأستاذ، مفهوم الفرقة الناجية ومفهوم الطائفة المنصورة. وكما قلت كل هذا مدعم بنصوص، لأن يعني تفكيك مثل هذا الخطاب لا يمكن أن يكون بطريقة عاطفية، وإنما لا بد من التدقيق فيه، لأنه حين يقول لك نحن الفرقة الناجية فهو يبني ذلك على نص، نص يؤسس لمثل هذا الاعتقاد. لذلك أقول دائما بأنه لا ينبغي التعامل مع هذه التنظيمات بالمنطق العاطفي أو المنطق الأمني أو المنطق الدعائي، ولكن بالمنطق العلمي، لأنه شئنا أم أبينا هو مبني على منظومة فقهية معينة، منظومة فقهية موجودة في الأدبيات، موجودة حتى عند من يوصفون بالمعتدلين. حين يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار. هذا لا يتحدث عن اليهود والنصارى، يتحدث عن طوائف داخل الإسلام. وستفترق أمتي من داخل أمة محمد حسب ما جاء في هذا الحديث، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وطبعا هو يدعي أنه تلك الواحدة، لأنه كما جاء في الرواية قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من هم على ما عليه أنا وأصحابي. وكل يدعي أنه هو الذي على ما كان عليه النبي وعليه أصحابه، وبالتالي حتى الفرق المخالفة داخل الإسلام حتى هي محكوم عليها بالوعيد، ومحكوم عليها بأنها من أهل النار. فهذه الفكرة، فكرة إخضاع الناس لله سبحانه وتعالى وتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، هي التي يقوم عليها هذا الفكر، وعلى أساسها وأساس النصوص المؤسسة لها والأدبيات الداعمة لها يؤمن من يؤمن بالتطرف أو يؤمن من يؤمن بالإرهاب.